حلقة النهاردة حلقة بنتمرن، خلينا نقولها بالطريقة دي، احنا بنتمرن على الأساسيات الطبيخ نفسه. ايه التكنيكس، ايه الطرق اللي احنا بنستخدمها في الطهي عشان نطلع طبق لطيف جدا بغض النظر عن المكونات. هنشوف المكونات مع بعض وهنتناقش هنطلع الاطباق شكلها عامل ازاي. اهلا بيكم في حلقه جديده في مطبخ 101. النهارده عندنا مشكله كبيره جدا جدا جدا. المشكله ان عندنا مكونات انا بحب اطبخ بيها، لكن من كتر ما هم كلهم موجودين انا مش عارف اعمل ايه. كميه الافكار اللي في دماغي، يعني كله اتوبيس زحمه دلوقتي، هنا في اتوبيس زحمه، مع الزحمه ايه اللي بيحصل؟ الناس بتتضايق، فانا حاليا مش عارف اعمل ايه من كتر الافكار. يعني احنا في شويه لحمه مفرومه، في بطاطس مسلوقه، في لبن وزبده وبيض ودقيق وبقسماط وتوم وتوابل وبسله يعني في حاجات كتير قوي. نوعين لحمه، اعمل ايه؟ انتوا هتعملوا ايه مثلا؟ خلينا نقول حاجه يعني باينه قوي 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 من اولها، ممكن اعمل شيبرد باي. يعني ك ك ك ك ك من كتر ما احنا عملناها، ومن كتر ما احنا يعني من ضمن الحاجات اللي باك باكر، فاكرين الوصفات الباك باكر ريسبيز، وصفات الجيب، وصفات اللي هو ده اللي عامله، ده اللي سهل في الامتحانات اللي زي دي. هو انا هعمل ايه وانا مغمض؟ اعمل شيبرد باي. مش عايز اعمل شيبرد باي. طيب وصفات تانية ممكن تتعمل، ممكن نعمل عجة بطاطس، ناخد البطاطساي دي ونهرسها ومش عارف ايه وبتاع، لطيف. طب هتعمل ايه في اللحمة؟ ممكن نعمل برجر، ممكن نعمل سلطة بطاطس، ممكن نعمل شاورما بانيه، ممكن نعمل شوربة بطاطس. انا هعمل حاجة النهاردة انا مش متعود اعملها، اللي انا هشتغل بال كائن ده، لان انا عارف انا عايز اعمل ايه في دي. انا عايز اخللها يبقى ايه، تبقى حاجه كده مخللها، ادخلها في وسط شرب في وسط ايه، سلطه البطاطس. انا خلاص قررت انا هعمل سلطه بطاطس، بس مش هستخدم البطاطس كلها، انا هستخدم يدوب شويه صغيرين منه عشان نعمل شويه سلطه. بقيه البطاطس هاخده في سنه زبده وزعتر وكده، وعشان هعملهم اقراص البام فوندنت، او كنا بنعمل اقراص بطاطس كده ويدوب متحمرين ويبقوا لطاف جدا مع طبق لحمه. اللحمه يتعمل جنبيها، هاخد البتاع ده، لحمه مفرومه ومع توابل بصل مبشور، ونعمل زي ايه، ستيكس، بس مش ستيك لان هو لحمه مفرومه. كان انا بعمل ميت لوف، بس ميت لوف في الطاسه، كاني بعمل برجر بس انا هسميها ستيك. ليه هتسميها ستيك يا وسام؟ because I can، عشان بمزاجي الصراحه. طيب عشان اعمل المخلل بتاع الخيار، هاخد الخيار الاول، ممكن نقشرها ممكن ما نقشرهاش، بس في حاجه لازم تتعمل كده كده، ان احنا ناخدها وهطلع منه البذر من جوه. عشان نطلع البذر من جوه ناخد نشيل اللي فوق واللي تحت، تمام، وهنقطعها 4/4 بالطول، وبعد كده نشيل الايه البذر. هنشيل البذر، هنسيب القشر ليه؟ عشان انا عايزه يبقى ايه، انا عايز اللون المخضر ده. احنا هنعمل كويك بيكل. يعني ايه كويك بيكل؟ يعني ايه تخليل في السريع خالص. طيب
طيب الاخوة دول خلاص جاهزين نعمل المخلل بتاعها عصير ليمون. خل ابيض. توابل بقى زي ايه؟ بودرة بصل، بودرة ثوم، زعتر. ده ايه ده؟ يس هو ده اللي انا عايزه بالظبط كده. نعناع مجفف ده بالنسبه لي هو ده اللي ايه هيظبط لي الايه التخليل اللي احنا عايزينه نعمله. يا دوب الميه المخلل تبقى دافيه شويه سيبها ايه مع نفسها تقعد وتشرب الايه التخليل بتاعه. يعني مش لازم يبقى درجه حراره عاليه خالص، لا انا عايزها دافيه دلوقتي، عايزها تبقى دافيه. طيب هنعمل ايه بقى اللي بعده؟ نسخن الطاسه دي. طب احنا ممكن نعمل صوص، احنا هنعمل اللحمه المفرومه. نبشر البصل، بصلايه متوسطه مبشورة، بس يفضل ان هو يكون بصل ابيض، عشان كده انا مبسوط بيه. بصل ابيض لما نيجي نبشره هيبقى عنيد جدا، فيا اما يبقى عندنا بصل، يبقى عندنا تمرين على البصل نقدر نبشره واحنا مغمضين. طيب احنا عايزين ندي طعم بقى للحاجات دي، مش هحط بيض ولا بقسماط في اللحمه. هنتبلها بس ملح فلفل. دي ايه دي؟ كبسيني غالبا، هيبقى لطيف. بابريكا او شطه، اديني كتير منه. ده ما هذا؟ جوز الطيب. يلا شويه جوز الطيب ايه في اللحمه. زعتر لا، كمون لا، نعناع ممكن يدي كده حاجه كده ايه حاجه كده في ايه في بتاع بس. ونيجي نمسك، انا عايز افعصها، انا عايزها تبقى ايه مش برجر. البرجر انا بقول لكم دايما ما تفعصوش البرجر، انا عايز دي تبقى ايه كفته شويه، عايزها تبقى ماسكه نفسها كويس جدا. جميل، ناخد طبق عشان نرص عليه الكور بكده. احنا من احنا عاده ان انتوا هتلاحظوا في الحلقات دي احنا غالبا بنقعد في اول نص من الحلقه دي ان احنا بنعمل ميزان بلاس، يعني احنا بنجهز كل حاجه عشان نفنشها مره واحده. تمام كده بجهز ميزان بلاس. لازم اهم من الشغل ايه؟ ضبط الشغل صح. ممكن نحط دي هنا، انا دي طلعت لنا اربع كور ايه قد بعض شويه. دي لما تقعد في الثلاجه هتشد، هتبقى لطيفه خالص. طيب ما بقاش غير ان انا احضر الحاجه بتاعت سلطه البطاطس، واخد البطاطس واطلع منه الحاجات اللي انا هحمرها في الزيت. ممكن نفكر في صوص. ليه؟ عشان الصوص، عشان اللحمه اللي هناك دي لسه لحد دلوقتي انا مش عارف اعمل فيها ايه. هنطلع فاصل، لما نرجع من الفاصل هكون انا فكرت ايه اللي هيحصل في اللحمه الايه الشريدد دي. اشوفكم كمان شويه. رجعنا من الفاصل وعايز اوريكم ايه اللي هيحصل في موضوع المخلل. الحراره خلت الايه المخلل اللي كان تحت لونه بقى كده، المخلل اللي كان فوق برضو لسه اخضر مزهزه. لما تلاقوا المخلل هنا بقى نعرف، لما نيجي نشتري مخلل ونلاقيها ان هي مش لونها مزهزة كده نعرف ان هي كانت نزلت في مية المخلل، ومية المخلل دي كانت سخنة اصلا فطبخت الكلوروفيل فبقى عمل لنا اللون ده. هل هو فارق في الطعم؟ بسيط، بس الاتنين لطاف، ده بيدي طعم وده بيدي طعم، وفي الاول وفي الاخر احنا بنحدد احنا عايزين انهي طعم فيهم. طيب ده كده على جنب. جميل، خدت انا البطاطس طلعت منه حتت كده ايه مدورة. جميل،
هنا بسخن واللي بقى عملته كيوبز ده هيخش في السلطه. ادي كده شويه بسله جميل، ورق لورا هنا على اللبن عشان هنعمل بيه ايه؟ بشاميل. مش قلت يا وسام مش هتعمل بشاميل؟ انا غيرت رايي. حط ايه؟ بصلايه معاهم، خلي النار هادي مش عالي. جميل. فين جوز الطيب؟ اهو جوز الطيب. تمام. طيب نكمل بقى في الايه، في السلطه. عايزين نحط ايه هنا تاني؟ تحط ملح، حط فلفل، ونحط الزبادي، مش كتير، مش عايزين نحط زبادي كتير، سنة عصير ليمون. ميكس 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 ميكس. سنة نعناع مجفف، بابريكا، ممكن نزود سنة ايه، بطاطس تاني عليهم. لو انا عايز اعمل بطاطس بيوريه، انا عندي كل الحاجات اللي قدامي اللي اقدر اطلع منه بطاطس بيوريه. عندي البطاطس مسلوقه تمام، يا دوب ههرسها، بس قبل ما اهرسها لازم دول درجه حراره الجو او حتى دول ساقعين شويه، فلما اجي اعمل الهرس بتاعهم ممكن يخرز مني، فلازم هندفيهم في سنه ميه، وبعد كده ننزل عليهم تاني بايه، بلبن سخن ومعاهم بقى الزبده، وكله يترس كويس جدا، يطلع معانا احلى ماش بوتيتوز. تمام. انا شايف ان دي ناقص لها بس حاجه وحيده، شويه بصل. تقطعينه فريعين جدا 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 تمام، عشان ايه؟ انا مش عايز طعم البصل يكون طاغي جدا في 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 في, في الطبق، بس في نفس الوقت عايز اوزعه في كل قطمه يبقى فيه سنه بصل. بس حاجه تانية هنحطها هنا؟ لا. يبقى احنا ايه، اول حاجه خلصت. لطيف جدا، ليمون عامل شغل. طيب طاسه سخنه، زيت، ملح على البطاطس، نقلبها، ملح من ناحيتين. جميل. نفس الوقت ممكن اخد بقى الكور بتاعتنا، قعدت في التلاجة اتشمعت شوية. جميل. ادي واحدة. ادي الثانية. وهكذا. بس. طب احنا هنعمل بقى بشاميل صح؟ احنا هنعمل بشاميل كده في السريع. هزود بس اللبن اللي هناك، اللبن ده مش هيبقى كافي. زبدة لحد ما يعمل رغاوي، وبعد كده هم حاطط عليها الدقيق. جميل. بنعمل رو، بعد كده ايه، شغلين احنا مضرب سلك ويسك لحد ما ايه يبقى يدينا الرو اللون اللي احنا عايزينه وخلاص. تمام. بالنسبه بقى فاضل بس الايه، اللحمه اللي هناك سخن الطاسه دي، هاخد اللحمه دي وهعفرها في دقيق وبابريكا. ادي كده دقيق، شطه او بابريكا،
وبصل باودر، بودرة بصل، بودرة الثوم، وملح وفلفل، ملح فلفل. راح فين راح فين راح فين. عايزين نقلب بقى البطاطس. شايفين اللون؟ احنا عايزين اللون الايه، الذهبي ده. يبقى عندنا البطاطساي دي تبقى مقرمشه من فوق، ومن النص تبقى ايه، طريه جدا جدا. تمام. عندنا زعتر، عندنا زعتر، عايزين نسيب الزعتر بقى على البطاطس. هظبط الفرن على درجه حراره 180 عشان اول ما اقلب اللحمه هم دخلها الفرن. تمام. طيب دول كده ايه، دي التعفيره بتاعت الايه، اللحمه الشريدد دي. زيت قبل ما الزيت ده يسخن ننزل بقى بالدقيق. هنا مركزي معايا، انا بعمل كذا حاجه مع بعض صح، ركزوا معايا. كل الحاجات دي سهله جدا، كلها تكنيكس، كلها تكنيكس. بعمل الرو اهو، فين فين ده، شغل بده، ماشي نشتغل بده. طيب هو ده اللي انا عايزه. بس كده الزبده فين؟ الزبده اهو. ده كده خلاص في الفرن، وعيش حياته خالص على الهداوه خالص. ممكن اكمل تسويته على النار على فكره، بس عشان افضي الدنيا حواليا يبقى عندي حاجه مركونه في الفرن. ده كده انا بروق بالي. برضو النظام في المطبخ ان الواحد طول ما احنا شغالين احنا بن ايه، بن مش بس ان احنا بنظبط حراره وبتاع، بنظبط مكاننا اللي احنا شغالين فيه، بنتاكد ان احنا عندنا مساحه فاضيه ومساحه كافيه. احتمال مثلا عايز اغلي ميه دلوقتي، يبقى عندي مساحه فاضيه اغلي ميه. يمكن هو ده الطبق الوحيد اللي عندي اقدر انظف بشكل لطيف، يبقى اطلع الطبق ده على طول على ترابيزه الايه، الغداء، ترابيزه السفره على طول. تمام. بس خدنا البلوند رو اهو، بالظبط 15 ثانيه وهيقلب معايا براون رو، هيقلب معايا براون صوص. جميل. فاحنا نلحق الموضوع دلوقتي. فين المصفه بتاعك اهو؟ بلاش ننزلها مرة واحدة، هنزل دي هنا كده الأول. عشان أقدر وأنا بنزل أقدر أعمل ويسكينج بسرعة جدا عشان الصوص ما يكلكعش مني. راح فين؟ تعالى. بصل، الورق لورا، كل والجزء الطيب، كل ده دخل خلاص طعمه جوه الايه، الصوص البشاميل. بس كده خلاص دي صوص كده تمام. جميل. ما فاضلش غير ان احنا ناخد الكلام ده يدوب نقليه وخلاص الموضوع خلص. هل وسام هتعمل حاجه بالبيض؟ لا. هتعمل حاجه بالبصمات؟ لا. هتعمل حاجه بالثوم؟ لا. كل ده خلاص انا انتهيت
من كل الكلام اللطيف ده. كل اللحمة دي هنا. اول ما الزيت يسخن قوم نازل عليه على طول بالايه اللحمة الشاورما اللي احنا ايه عفرناها. ده هيبقى لطيف جدا مع البشاميل صوص البشاميل اللي عليها. طيب احنا ممكن ندي نفس التوابل اللي دخلت في البتاع ده نديها في البشاميل، يعني بابريكا لو عندكم بابريكا زياده حطوها، عندكم وستشير صوص ممكن تطعموا الصوص دلوقتي براحتكم بمزاجكم بفكركم. جميل. احنا بنشتغل تكنيكس، احنا بنشتغل اساسيات المطبخ، احنا بنشتغل مطبخ 101. ده هو ده معنى كلمه مطبخ 101. لو حسيتوا الصوص تقل ممكن تزودوا سنه لبن تاني. القوام اللي احنا عايزينه ايه؟ تمام. لما ابص انزل فيها معلقه الاقي الصوص ايه لازق على المعلقه، اشد خط كده الخط ده ما بيروحش في حته بيفضل معانا. جميل. ندوق نزل سنه ملح فلفل حاجات كده. بس هنقلي بقى الكلام ده وخلاص، وبعد كده نقدر ساعة لما دول يخلصوا اللي في الفرن هنطمن عليه. انا عشان معايا ترمومتر فانا ممكن اقيس الترمومتر اقيس درجة الحرارة جوه اللحمة. انا مش قلقان على البطاطس، انا قلقان على اللحمة. البطاطس كده كده مستوية، احنا عايزين مقوي خش في النص وابص عليها. اول ما يعدي ال 62 انا كده تمام. اول ما يعدي ال 62 انا كده تمام. هو دلوقتي وصل ايه 57.4 5.10 6.10 7.10، يعني ده بالظبط قدامه مثلا بتاع 3 4 دقايق بيكون جاهز. لو ما عندكوش سكينه يعني نزلوا السكينه جوه. لما تيجوا تطلعوا السكينه حسوها هنا، لو حسيتوها ان هي سخنه هنا بالذات في المنطقه دي يبقى كده ايه كده درجة الحرارة بتاعتها مظبوطة، كده عدت ال 67. تمام. طريقة تانية لو عايزينها بالنظر هنقوم حاطين السكينة وبعد كده بندوس من جنبها، نزلت مية حمراء قوي يبقى ايه لسه عايز وقت. هي المفروض هتنزل جو، هتنزل العصارة بتاعتها، بس العصارة يبقى لونها كلير شوية، يبقى لونها صافي شوية، لونها شفاف شوية زي الفراخ. نفس الفكرة لما نيجي نبص على الفراخ مستوية في الفرن ولا لا. فاضل شوية نرجع على الفرن نطلع ايه اللي في الفرن. زي ما قلتلكم هو ده ممكن يكمل على الطاسة، لكن احنا حطيناها في الفرن عشان الفرن جنبينا وبروق لنا دماغنا. يعني شايف الدنيا نظيفة ازاي، شايفين المخلل محطوط في طبق كده بشكل لطيف، يعني الدنيا حلوة. تمام. نعمل برزنتيشن. شايفين اللون عامل ازاي؟ وكمان اصلا الميزه بقى ان احنا حطينا اللحمه معاها الكفته معاها ان هي نزلت برده الدهن بتاعها وادت طعم لايه للبطاطس.
حركة في ايه دي كده خلصت. نعمل حركة هنا في السريع بالنسبة اللي احنا لسه مطلعينه من الفرن، ان احنا ايه اللي موجود تحت ده؟ دهن عبارة عن ايه؟ كان الزيت اللي اتعمل فيه اللحمة، والدهن اللي نزل من اللحمة، والزبدة اللي كان موجود عشان ايه يدي برضو طعم ويدي لون. يبقى حرام ده يترمي ولا مش حرام؟ طبعا مش كلها نستخدمها. جميل، لو هتعملوا صوص هنصفي منه معظمه وبعد كده نعمل بان صوص بشويه بصل مفرومين و الى اخره. لكن ممكن اعمل حاجه تانية خالص، ان انا اخد الدهن ويدوب ادي لمعه على كل ايه حاجه. طبعا هو احنا ما بنتكلمش ايه صحي وكل الكلام ده، انا بتكلم طعمه حلو ولا لا. انا اهم حاجه عندي ان الاكل يبقى طعمه حلو. الموضوع الصحي ده بقى ايه بظبطها بقى بالتمرينات، اظبطها بقى بمواعيد الاكل كده. جميل، بس دي جنب الحاجات دي احنا بنكمل. دي وجبه كامله يعني، ناس كتيره تشترك في الجريمه يعني، مش واحد بس اللي ياكل كل الكلام ده هيتعب. جميل، اخر طبق ناخد اللحمه اللي عفرناها في دقيق ويدوب حمرناها، فعامله زي ايه حتت بوفتيك صغيره جدا من غير ما اتعب نفسي في موضوع البانيه ده. جميل، اتعفرت بدقيق وخلاص، دقيق وطبعا توابل. حط الستريبس دي. جميل، صوص لسه دافي. ندوق نشوف الملح بتاعه الملوحة بتاعته مظبوطة ولا لأ. لو مش مظبوطة نزود له ملح. ممكن بس ايه اللي حابب الدنيا تبقى صيصه احط له شويه صوص كده من الجنب. ده كده لطيف، شويه بقدونس عشان ده لحمه. جميل، خلاص كده عملنا ايه؟ عملنا اربع حاجات. خدنا من البطاطس، طلعنا منه حاجتين. ممكن نطلع حاجات اكتر من كده، ازيد من كده من البطاطس بكتير، لكن احنا انا قلت انا عايز اخد اللحمه المفرومه الاول اعملها زي كفته واخدها في الطاسه، في نفس الوقت هاخد قلب او الحته اللي النص بتاعت البطاطسايه واحط فيها ايه واحطها في الزبده والزيت والكلام اللطيف ده، ونعمله بام فوندنت. دي بتبقى هايله جدا مع ستيكس. خيار ما بحبوش، عملنا له مخلل بحبه جدا. دخلنا برضو البسلة والبطاطس مع الزبادي ومع توابل ومع بصل، عملنا منه سلطة بطاطس. وبعدين خدنا يدوب ايه شرايح اللحمة عملناها عفرناها بدي وقليناها وعملنا له صوص بشاميل عشان نراجع على موضوع البشاميل. فكرة كانت جاتلي لو كان في حتة طحينة جنبي، شوية طحينة اللي هما يعني خام، طحينة خام، كنت عملت صوص بشاميل بالطحينة. ادي طعم للطحينة بدل ما هو يبقى طحينة وخل وبتاع، لا نديله خليه ريتش كده، خليه غني. افكار، كلها افكار، واحنا في الاول وفي الاخر الافكار دي بنعرف ننفذها عشان احنا بنطبخ بالتكنيكس المظبوطة، عارفين احنا بنشتغل ازاي. وكمان عشان نطلع كل الكلام ده مع بعض ترتيب المطبخ مهم جدا. ميزان بلس نظافة. اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. keep on cooking. وصلنا للفطار.